سلام مرحبا. هلا فارس الله يحفظك. الله يحفظك. الله يكرمك. طبعا هذه الابيات لابو حنيفه ما شاء الله كتبها منيف، لكن قبل ما اقولها ترى في جلسه فيها حلقه و تعلم الاذان الصحيح مع محمد الدهلي ما شاء الله ممتاز. بعد شوي لكن لحنته والله قبل شوي. وطبعا استاذ اني منيف منيف على اساس الابيات، وبحكم ان برا الامطار فقلنا احنا نبي نطلع وانتم كذلك، فاذنت له يعني تكون في الله يجزاك بالخير. المايك طيب الو اي الابيات لمنيف ودوبي لحنت يا شيخ حضرني. انت فاقد التلفون تقول الو؟ لا متاكد بس شغال. هو النعمان بن ثابت وخلق الشيخ قرآن، تجمل شيخنا بالعلم فقه الشيخ أثوان. رحمك الله يا عالم رحمك رب مولانا، رحمك الله يا عالم رحمك رب مولانا. وزهد الشيخ في الدنيا وباع المال بيمانا، وزهد الشيخ في الدنيا وباع المال بيمانا. رحمك الله يا عالم رحمك رب مولانا. بيض الله وجهك بيض الله وجهك. تفضل ما قصرت. اقول شاعر جزل ما شاء الله وفارس اداء ما شاء الله موفق. بيض الله وجهكم ويستحقون العلماء مننا كل احترام. الله يكثر خيركم ويغنيكم. يا مرحبا الف الشيخ سعد مرحبا. كل صلاه اليوم جيت انت قبلي ولا سلمنا عليك وجلسنا. وفق مرحبا. الله لا يهينك ولا يصبرك حبيبي. الله تحيي. كيف حالك؟ شلونك؟ بس انا انصحك. طيب طيب شلون عزيزك؟ الله تحيي. مرحبا مرحبا. رجعت اسوء ها؟ ابراهيم ولا ما في ذا الاسبوع؟ لا هذاك الاسبوع الماضي. الحمد لله انت اللي دخلت الظاهر. انا اللي دخلت. فكك الله الحمد لله. هلا بالدكتور. هلا هلا. الله يكرمك حبيبي جزاك الله خير. اول شيء ندعو لك ونهنيك على اخلاقك وتعاملك مع المتسابقين وادائك لرسالتك الطبيه. بيض الله. هلا بالشيخ راشد حبيبي. الله يكرمك ولا يهينك. الله وجهك جمال. وجهك حبيبي. والله انا كلمه اريدها من اكررها بعد كل محاضره منك. والله انا احبك. بيض الله وجهك وانا احبك يا راشد. الله يسعدك. اشغلنا بالقلم يا شيخ. استاهل استاهل. انا بهديه اليوم قلبي عاد مو بقلبي. هديه غاليه من الشخص. كل شيء قال انا معي قلم الشيخ. والله العظيم ما خلي انا بالعاده اي احد يطلب مني شيء اعطيه الا القلم. بيض الله وجهك. هذا من عليه اكثر. هذا من تدري تدري اخليه على السرير وانا ارقد على الارض مخافي عليه. بيض الله وجهك. اخطا من شده الفرح. الله يحييك. الله يحفظك محمد. جزاك الله خير على تعليم الشباب سواء في القران او حتى والله في الاذان. اقل من اي والله مهم والله يا شيخ. بعض العبارات حتى الشباب لو يفهمون معنى مفردات الاذان ان شاء الله، لانهم اذا فهموا معنى المفردات ان شاء الله. الـ الله اكبر اضافه الواو والمد احيانا في الاكبار وكل هذه. جزاك الله خير. الله يثبتك ويحفظك ان شاء الله. توكلنا على الله. بسم الله. بيض الله وجيهكم. راشد اليوم ما في اسم. والله اني متابع اليوم بتركيز. بيض الله وجهك. هلا شيخ خالد. الله يبيض وجهك. الله هذا بسميه عند لي بالقريه. ما شاء الله خالد يستاهل. يستاهل عدد ما يحتاج. انت ماخذ قلوب القريه يا قلبي. الله يسعدك.